بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درس النهايات في جزئه الأخير، الجزء الثالث بالنسبة لنهاية الدالة الجذرية، التمرين الثاني. إذا الدالة الجذرية إكس مكعب ناقص 2 إكس مربع 4 ناقص 5 إكس زائد 6 على إكس مربع 4 ناقص 4. عندما إكس يؤول إلى ناقص 2 بالتعويض بطبيعة الحال نجد صفر على صفر، الشكل غير محدد، إذن علينا التخلص منه بطبيعة الحال باستعمال التعميل والاختزال. بالنسبة للتعميل بطبيعة الحال ثلاثية الحدود المتواجدة بالمقام، إذن المسألة بسيطة باستعمال المتطابقة أ مربع ناقص ب مربع. أما فيما يتعلق بتعميل الحدودية من الدرجة الثالثة لدينا عدة طرق، إذا أحسنهم وأسرعهم بطبيعة الحال طريقة هورنر التي سأتبناها، وطريقة القسمة الأقليدية بطبيعة الحال هي أيضا، إذا سأقوم أي سأستعمل طريقتين، وهناك أيضا طريقة تساوي حدوديتين. إذا لدينا عدة طرق، ولكن أنصح الجميع باتباع طريقة هورنر لبساطتها وسهولتها بطبيعة الحال. إذا نمر لنعمل الحدودية Px تساوي x مكعب ناقص 2 x مربع ناقص 5 x زائد 6. إذا الطريقة الأولى طريقة رقم 1 طريقة هورنر، طريقة هورنر. أنصح الجميع بتبني هذه الطريقة التي رأيناها في الجذع المشترك لسهولتها بطبيعة الحال وسرعتها. إذا طريقة هورنر تقتضي بطبيعة الحال ملء جدول. هورنر للتذكير هو عالم رياضيات إنجليزي وصاحب هذه الطريقة. إذا في الخانة الأولى إذا معاملات الحدودية Px، وهنا نضرب في الحل بطبيعة الحال بعد تعويضنا وجدنا أن بي لي ناقص 2 تساوي صفر، أي الحل جذر هذه الحدودية هو ناقص 2، وهنا نستنتج معاملات، إذا معاملات الحدودية كي إكس وهي خارج القسمة الأقليدية لبي إكس على إكس ناقص ناقص 2 أي على إكس زائد 2. هذا رأينا في درس الحدودية الجذع المشترك، بما أن ناقص 2 جذر للحدودية بي إكس، إذا فهي تقبل القسمة على إكس ناقص ناقص 2 أي تقبل القسمة على إكس زائد 2، وبالتالي سنحصل على بي إكس تساوي إكس زائد 2 في كي إكس. بطبيعة الحال هذه الحدودية كي إكس درجتها تساوي درجة بي ناقص 1 أي 2، إذا فهي تكتب على شكل أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي. وهورنر سيعطي لنا، سيحدد لنا بكل بساطة هذه المعاملات أي أ ب و سي. إذا هنا إذا أذكر بطريقة هورنر. أولا إذا نملأ الخانة الأولى بالمعاملات، إذا المعامل الأول لإكس مكعب 1 متبوع بالمعامل ناقص 2 للحدية إكس كاري، متبوع بالمعامل ناقص 5 للحدية إكس، وأخيرا الثابتة 6. إذا في الطريقة الثانية يقوم هورنر بإنزال المعامل الأول إلى هذه الخانة، وبعد إنزاله يقوم بضربه بطبيعة الحال في الجذر، إذا 1 في ناقص 2 ناقص 2، ثم يقوم بوضعه في الخانة المقابلة لهذه الخانة أي ناقص 2، ثم بعد ذلك يقوم بجمع المعاملين ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4، ثم يقوم بنفس العملية ضربه في الجذر، جذر ناقص 2 إذا 8، ثم يقوم بوضعه في الخانة المقابلة 8، ثم يقوم بالجمع. نكرر دائما نفس العمليات 8 ناقص 5 3، نقوم بالضرب في الجذر إذا ناقص 6، ونضعه بطبيعة الحال في الخانة المقابلة فنجد الصفر. عندما نجد الصفر كما هو الشأن بالنسبة للقسمة الأقليدية، أي أن طريقة هورنر فهي طريقة صحيحة، وبالتالي إذا المعامل أ هو 1، المعامل ب هو ناقص 4، والمعامل سي هو 3. بمعنى آخر استنتجنا التعميل بطريقة بسيطة جدا. إذا لذلك أنصح كل تلميذ ولو لم يكن يعرفها أنه يتعلمها، و
كملاحظة، إذا قمت بشرح هذه الطريقة بشكل مفصل في فيديوهات مخصصة لجيد علم مشترك خيار فرنسية ترون كوما انترناسيونال لمن أراد أن يتقن طريقة هورنر. إذا x زائد 2 عامل لـ x مربع، إذا ناقص 4 x زائد 3. أن نمر إلى الطريقة الثانية بطبيعة الحال. إذا الطريقة الثانية ولو أنها إذا أطول من الطريقة السابقة وفيها مشاكل بطبيعة الحال كثيرة، مشاكل حسابية بطبيعة الحال. إذا طريقة أو تقنية القسمة الأوكليدية، القسمة الأوكليدية. إذا بما أن بي إكس يقبل القسمة على إكس زائد 2، إذا سنحصل بطبيعة الحال على كيو إكس بإنجاز القسمة الأوكليدية لبي إكس على الحدودية x زائد 2. إذا هنا نقوم بطبيعة الحال، ستكون الحدية x مكعب مع طبيعة الحال، إذا ننقص واحد من الأس، إذا x أس 2، x أس 2 في x، إذا x مكعب مع ناقص، إذا ناقص x مكعب، x أس 2 في 2 زائد 2 x أس 2 مع ناقص، إذا ناقص 2 x أس 2. ثم نقوم بالجمع، بطبيعة الحال هنا صفر، هنا ناقص 4 x أس 2. نقوم بإنزال العددين السابقين، ناقص 5 x زائد 6، ثم نكرر العملية من جديد. إذا نفس هذا العدد مع بطبيعة الحال، إذا نقوم بطرح واحد من الأس، إذا أي ناقص 4 x أس 2 ناقص 1 x، ثم نقوم بضرب هذا الأخير في x، إذا ناقص 4 x مربع دون أن ننسى ناقص القسمة الأوكليدية، إذا 4 x مربع ناقص 4 x في 2 ناقص 8 x مع ناقص القسمة الأوكليدية، إذا زائد 8 x والجمع. إذا نجد 3 x زائد 6، إذا ثم زائد 3، 3 x، إذا مع ناقص، ناقص 3 x، 6 مع ناقص، ناقص 6 صفر. وعندما نجد صفر أي أن القسمة الأوكليدية فهي صحيحة. إذا نستنتج إذا بهذه الطريقة أيضا أن بي إكس تكتب على شكل x زائد 2 x مربع ناقص 4 x زائد 3. وبالتالي بعد التعميل نحصل على تعبير جديد ل f x. f x إذا يساوي x زائد 2 عامل ل x مربع ناقص 4 x زائد 3. وفي المقام متطابقة إذا x زائد 2 عامل ل x ناقص 2، يتم الاختزال فنجد x مربع، إذا x مربع ناقص 4 x زائد 3 على x ناقص 2. إذا نستطيع الآن حساب الليميت، إذا نهاية f x، إذا عندما x يؤول إلى ناقص 2 تساوي، إذا 4 7 إذا زائد 8 إذا 15 على ناقص 4. إذا هذا هو، هذه هي قيمة النهاية. الآن نمر إلى الفرنسية بطبيعة الحال. دونك on va poursuivre bien sûr la solution de l'exercice numéro 2 dans sa partie 3 avec la fonction bien sûr rationnelle x au cube moins 2x carré moins 5x plus 6 sur x carré moins 4 lorsque donc on veut attaquer la limite de fx lorsque x tend vers moins 2. Bien sûr, en remplaçant, on trouve 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Et on doit bien sûr la supprimer en utilisant la méthode qui est la factorisation et la simplification. Quant à la factorisation du trinôme se trouvant dans le dénominateur, il suffit d'appliquer l'identité remarquable a au carré moins b carré. Mais pour le polynôme, bien sûr, se trouvant dans le numérateur, donc on a trois méthodes différentes, bien sûr, qu'on a vues au tronc commun, soit d'utiliser la division euclidienne, soit la méthode de Horner ou bien l'égalité des deux polynômes. Bien sûr, la meilleure qui est la plus rapide et simple en même temps, c'est la méthode de Horner. Horner, comme vous savez, c'est un mathématicien anglais, bien sûr, c'est lui qui a découvert cette méthode. Donc, il consiste à construire un tableau à trois cases. Donc, là, on met les coefficients de Px qui sont successivement 1, moins 2
moins 5 et 6. Dans la deuxième case, donc, il va multiplier avec la racine du polynôme, bien sûr, la racine du polynôme qui est moins 2. Et dans la troisième case, il va en déduire le polynôme qui est x. Bien sûr, le polynôme qui est x, c'est le quotient de la division du polynôme px par x plus 2. Donc, évidemment, son degré est égal au degré de p moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, x, il va s'écrire ax carré plus bx plus c. Donc, la méthode, le tableau de Horner va nous donner les coefficients a, b, c. Comment? Donc, voilà la procédure. Donc, il fait descendre le premier coefficient, donc qui est 1, il va le multiplier par la racine, donc il va trouver moins 2, il va le déposer dans la case qui est opposée à la case où se trouve 1, donc c'est moins 2, et il va faire la somme des deux coefficients. Nous trouvons moins 4, il va refaire la même opération, le multiplier par la racine, déposer le résultat dans la case opposée, faire la somme, trouver 3, multiplier à nouveau par la racine. Donc on trouve moins 6 et la somme, bien sûr, la somme des coefficients va nous donner à la fin 0, ce qui prouve que la méthode de Horner est vraie. C'est exactement comme on fait pour la division euclidienne. Seulement, ces opérations sont très rapides et simples. Donc, on va remplacer. Donc, le coefficient A, c'est 1. Le coefficient de B, c'est moins 4. Le coefficient de C, c'est 3. D'où que x est égal à x carré plus bx plus c. Et bien sûr, donc, qui est égal, donc, x carré, donc, moins 4x plus 3. D'où la factorisation px égale x plus 2 fois le trinôme x carré moins 4x plus 3. La deuxième méthode, la division euclidienne, comme vous savez bien sûr, donc quel est le nombre qu'on doit multiplier par x et x carré? X carré multiplié par x et x au cube avec le moins de la division euclidienne moins x au cube. X carré fois 2, c'est 2x carré avec le moins, c'est moins 2x carré. On fait la somme, on fait descendre moins 5x plus 6. On refait la même chose. Quel est le nombre qu'on doit multiplier par x pour avoir, bien sûr, moins 4x carré, c'est moins 4x. Moins 4x fois x, c'est moins 4x carré avec le moins, c'est 4x carré. Et moins 8x plus 8x, donc la somme c'est 3x plus 6. Le nombre qu'on doit multiplier par x pour avoir 3x, évidemment c'est 3, et ainsi de suite. Et on trouve à la fin 0, et on aboutit au même résultat, autrement dit la même factorisation. Donc on va bien sûr remplacer dans l'expression de fx, et on va trouver une nouvelle expression de fx, qui va bien sûr nous faciliter la tâche pour calculer la limite lorsque x tend vers moins 2, qui est égal à 15 sur moins 4. الآن نمر إلى النهاية عندما x يؤول إلى 2 على اليمين. إذا بطبيعة الحال سنجد عدد إذا على صفر ويجب تحديد الصفر. إذا نهاية f x إذا عندما x يؤول إلى 2 نجد إذا نجد 8 زائد 6 14 إذا 14 ناقص بطبيعة الحال 8 ناقص 10 إذا ناقص 18 ناقص 4 أي ناقص 4 على صفر ويجب علينا تحديد الصفر بطبيعة الحال إذا على يمين صفر إذا حسب جدول الإشارة حسب جدول إشارة إكس مربع ناقص 4 إذا حلول هذه المعادلة هي ناقص 2 2 حسب المتطابقة أ مربع ناقص ب مربع إذا إشارة عكس أ بين الجذرين ناقص زائد زائد نتواجد على يمين 2 أي نشتغل في هذا المجال إذا الإشارة موجبة إذا هذا صفر هو موجب عدد سالب على صفر موجب كما رأينا في القواعد الأساسية تساوي ناقص ما لا نهاية بالمثل إذا نحدد بكل بساطة نهاية f x عندما x يؤول إلى 2 على اليسار 2 على اليسار إذا نتواجد في المجال ناقص 2 2 وليس على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 2 كما قلنا لأن مفهوم النهاية يجب أن نكون يقصدي أن نكون قريبين جدا من 2 على اليسار إذا نشتغل في المجال ناقص 2 2 وبالتالي الإشارة سالبة إذا يتعلق الأمر بصفر سالب أي تساوي ناقص 4 على صفر سالب وهذه النتيجة تساوي زائد ما لا نهاية.
إذا بالنسبة للنهاية المتبقية، نهاية f لـ x إذا عندما x يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية، إذا نشتغل سواء بالتعبير القديم أو التعبير الجديد، تساوي نهاية الحد الأعلى درجة، إذا تساوي نهاية، إذا مثلا إذا اشتغلنا بالتعبير الأول x مكعب الحد الأكبر درجة على الحد الأكبر درجة. بطبيعة الحال سنختزل ب x مربع، فنجد ليميت x عندما x يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. إذا كنا بجوار بليس انفيني تساوي بليس انفيني، أي عندما x يؤول إلى بليس انفيني النهاية تساوي بليس انفيني وتساوي ناقص ما لا نهاية إذا كان x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. نترجم هذا بالفرنسية. دونك il ne reste la limite de fx lorsque x tend vers 2 plus. C'est pour cela donc un petit calcul va nous donner moins 4 sur 0. Donc il est indispensable de connaître ce 0, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Avec la méthode qu'on a vue dans le cours, il suffit d'étudier le signe du trinôme se trouvant dans le dénominateur. D'après son tableau de signes, donc on constate qu'à droite, donc il est positif, donc c'est un 0 bien sûr positif. Et un nombre négatif sur 0 plus, comme on a vu au cours, est également l'infini. Or, lorsque x tend vers 2 moins, 2 moins, donc on a deux intervalles, moins l'infini moins 2, moins 2, 2. Donc on travaille bien sûr dans l'intervalle moins 2, 2. Car on a dit que la notion de limite c'est une notion locale, autrement dit, lorsque x tend vers 2 ou moins, donc on est tellement proche de 2, donc si on est dans l'intervalle moins l'infini moins 2, c'est une zone trop lointaine bien sûr de 2, donc la zone qui est convenable bien sûr, qui est très proche de 2 à gauche, c'est l'intervalle moins 2, 2. Donc dans cet intervalle, le signe elle est négatif, donc c'est un 0 moins. Et un nombre négatif sur 0 moins nous donne évidemment plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus ou moins plus l'infini, soit on travaille avec l'ancienne expression de fx, soit avec la nouvelle expression qu'on a obtenue précédemment après simplification. Donc on trouve la même chose. Par exemple, on va travailler avec l'ancienne. Donc c'est la limite du terme le plus grand degré sur le terme le plus grand degré. Après simplification, c'est la limite de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, égale plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc voilà pour. Donc on se trouve pour un autre exercice la prochaine fois et on va attaquer la fonction que je considère moi-même. C'est une fonction du baccalauréat deuxième année l'année prochaine, inshallah. Il faut bien travailler ces astuces, c'est-à-dire la racine carrée, la fonction racine carrée. Soyez au rendez-vous pour l'exercice 3 et à bientôt. انتهينا من تقنيات ومهارات كيف نحدد دالة جذرية. موعدنا يتجدد مع نهاية الدالة التي أنا أسميها شخصيا دالة البكالوريا، لأن ستكون من ضمن دوال الجذر النوني التي سنراها في السنة المقبلة إن شاء الله. أنصحكم إذا بأن تتعاملوا بشكل جدي بالنسبة لهذه الدالة، دالة الجذر المربع. إذا التمرين الثالث سنخصصه لهذه الدالة، كونوا في الموعد. إلى ذلك الحين لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. بالتوفيق إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.